إمستاغ نرسل من إفريقيا أشكو لقاء إمازيغ غزر مغير وليت سوالين وليت سوالين. هذه مناسبة نحتفل فيها بالسنة الفلاحية الأمازيغية المغاربية. كنا نحتفل بها ونحن صغار، كنا مازال صغار كنحتفل بها وبالعدد ديالها وكل منطقة لها العدد ديالها، ولكن استطعنا منذ التسعينيات في القرن الماضي باش نجعلوها واحد الاحتفال اللي هو جماهيري كيكون المناسبات وطورناها لأن كتكون فيها جوائز من كتب ومن أغاني وغير ذلك ويظهر فيها الفنانون آخرون آخر ونجدد المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية. وفعلا أنه تحققت كثير من المطالب من بينها ترسيم اللغة والهوية الأمازيغية في الدستور المغربي، والعطلة ما زلنا ننتظر أن يكون هذا اليوم يوم مؤذن عنه ويكون وطنيا لجميع المغاربة. ما دمنا نقول بأن كنقولوا بان الثقافه الامازيغيه راه ديال جميع المغاربه ماشي غير ديال الامازيغ، والمغاربه كلهم امازيغ بما هم عرب كما يقول الكتاب. ونتمنى ان شاء الله ان يتحقق هذا في اجل غير بعيد، خاصه وان جارتنا الجزائر رسمت هذه السنه وهي الان مرسمه عالميا، وهي كتجعل الامازيغ كيتعرفوا عالميا في امريكا في اوروبا في غير ذلك. ولكن الحمد لله عما قريب سيتحقق ذلك. الحكومة الحالية هي قالت لك أنا حكومة أمازيغية ورصدت مبلغا لتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، والشيء مزيان ولكن ما زلنا ننتظر الكثير. المسائل لا يكفي ذلك المبلغ، ثم التعليم ما زال متعطرا وكثير من المسائل تنتظر أن تفعل حقيقة. ونحن سننتظر، هناك وعود وسننتظر ان شاء الله ان يتحقق ذلك. ما دامت هذه الحكومه التزمت بذلك اعتقد انها ستفعل. صباح الخير، واسم قرن غصدد نحاضر غمسن فوكلاد اللي تسكر تربوت نزمون، كذلك جمعيه ازمون اللي نضمن تسكريه واس يضي النير يلي احتفال به راي فولكين اللي غنزراته قلت المفاجات فولكينين راس فرحنس يقمايا ديال التعاون افاد دايلي يا واس سيغان مقورن اي غدار نغولان كني اسليس نتحتفل يلي قيس تقول لي يضي النير اللي نتقيس توقت نتغاو سوين اللي سنتمنى نزرا ادور كملنس يعني تنور نغلي ان كانت التاريخ كانت الثقافه كاين سوال كاين التراث كاين المورود اللي سي خصاص نفتخر نسيم غور تفاد الدار اللي حتى نكني يا واس اي عطله اتيس نوماد الكلو تننا غصديقا اس اللي غنسكر تقول لي يضي الناير نغدا سكاس غمازي غمينو اللي نتمنى اي يا واس كاع عالمي زودو كان يغنينا سكاس امينو اللغه العربيه نغدا اللغه اللي كل يصنو ماضى الكل سنة سعيدة. نتمنى حتى كنا نسفل دستمازيغ يوسف قاسا مباركي إيك يطعوط الرسمية غ البلاد نما غفد أفلس ما غن إمسكار اللي قانين ولا نتني مسؤولين في الثقافة الهوية الأمازيغية قين مسؤولين في التراث تقولوا ما إلا نغمس أني كي وكال إيكا مغربي إيكا أمازيغ نرى الدر اللي حتى كنا يوس بهرة مقورن اللي نتحتفل إيك يوم عطلة إيك يوس اللي غنزرى الاتحاد غدار الجمعيات لأن أكيد لولا الجمعيات ورانزر دين حاضر غصاد إيكيا واس اللي كان 13 12 14 كذلك حتى 15 يعني كراد وسان غد كوز وسان يتقالي احتفال يضي النير اللي غنتناي يضي النير إيكا غصاد يا واس بهرم قرن اللي نسيت احتفال ميم الزين ميم قرن أرنمالا تيرا من أرنمالا تي ملسان أرنمالا الثقافة غد الهوية. المغرب عنده مكتسبات كثيرة، المغرب عنده مكتسبات كثيرة لأن هذا المغرب هذا راه عنده سابقة يعني سابقة محمودة في ترسيم يعني اللغة الأمازيغية اجتماعيا، ولكن خصنا ترسيمها حكوميا لأن هي معهد الملكي خدمات على واحد الكلافي، هذاك الكلافي ديال تيفينار راه هي اللي صوبته وفرقته على هاد الجويلات الجوال كاملين، راه المغرب اللي صفت لهم هاد الكلافي، وهاد الكلافي هذا راه فيه 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 الفرنسي فرنسي هذا فرنسي إيركام وكاين تمازيغ إيركام، يمكن لك تكتب بالفرنسي وفي الحين غادي تخرج لك تيفينا صغير تعرف كيفاش تكتب هذاك الكلافي. يعني عندنا انجازات
من المعهد الملكي وطبعات بزاف ديال الكتب، ويعني يعني جمعت لنا بزاف بزاف بزاف، يعني قلصت لنا الطريق، يعني حيدت منها الاشواك وحيدت منها بزاف. ولهذا وجب هذا الترسيم ان شاء الله، لما لا هذا العام ولا العام المقبل ان شاء الله كنتسناو هذا الترسيم هذا.